بص، اعتقد احنا غطينا كل الالعاب، لكن اخر جهاز وده احلى جهاز وده احلى جهاز. اللي هنقول عليه احتياجات الخاصه. بشكرهم جدا جدا، وبشكر كل واحد، بشكر كابتن عجمي. كابتن عجمي هو المشرف على الجهاز، بشكر كل رجالته بيتعبوا، وبشكر كل اللعيبه وما شاء الله عليهم حقيقي. 188 ميداليه متنوعه اهم كده في الصوره دي، احلى حاجه. وبجد بشكرهم كام جدا يا كابتن؟ جدا. كام ميداليه؟ 188 ميداليه بسم الله ما شاء الله، متنوعه. بسم الله ما شاء الله. اعتقد كده غطينا كل الالعاب، مش ناسين حد، صح؟ يعني كلمنا هاندبول يعني وباسكت وطايره، دول كده خلاص. لا لا، والعاب الميه، والجهاز كله هو يا كابتن موجود بتاع التنس، ذوي الاحتياجات. التنس، لا التنس الارضي، لا التنس الارضي لسه. هنعمل مشاكل، هنعمل مشاكل في التنس الارضي لا يا التنس كابتن. الارضي التنس الارضي برضو نفس الكلام، ما شاء الله حقق بطولات السنه دي. عندنا اهو ادي 107 كام، معلش، عدد بطولات 96 بطوله، مراكز اولى، بطولات مفتوحه كتير جدا جدا ما شاء الله عليه. يعني برضو حقيقي التنس، التنس فكل كده الالعاب، عندنا العاب القوى خلاص، تنس، تنس الاسكواش نفس الكلام، محققين بطولات برضو اوائل في بعض المراحل. والسكواش برضو عندنا كابتن مصطفى عسل، يعني برضو ما شاء الله عليه، اسماء وبعض كبيرة النجوم جدا اسماء كبيره جدا جدا، طبعا. مش عايزين ننسى حد كده. اعتقد غطينا كل الالعاب. سيزون 22 23 خلص، اتقفل. بقول لهم شكرا جدا جدا جدا، وبقول له لكل لعيبتي وكل اجهزتي. الصوره دي صوره مهمه هتكلم عليها بصراحه.